التقينا بأحمد صديق عياش في أيام الحرث ليروي لنا هذه القصة. أنا يوم الشهادة لله المخلوق هذا قبل 3 أشهر رحت نحرث واحد البلاصة مسميه، جاب لي قهوة وجاء لباس عليه، أعطاني الروضة تاع السيكور هذه صغيرة بدلها معايا، جابها معايا، قال لي راني شيت ندخل في غار ما عندوش حد. هي قالت لي بعد قلت له علاه تدخل في الغار تاعي؟ قال لي باه نجبد الماء والبترول، قال لي ونطبق العالم ونحطوه هنا. شهادة لله هذه قالها لي أنا. قلت له علاه؟ قال لي نجيب البوكلات ونجبد الماء ومن بعد نجبد البترول. بعد ما درتش عليها أنا ثم يتريح، شوف بعد 3 أشهر صحيح الكلام اللي قالوا قاع وصل، قال لي مش من قلبها طابي، العالم قاع نحطوه هنا. قصة غريبة.